مساء الخير، احنا اعزائي المشاهدين ومتابعين موقع بصراحه، احنا هنستكمل معاكم في جوله في ميكروباص ام احمد، وعايزين نسالها ازاي بتتعامل مع الزباين. بتعامل مع الزباين بصراحه، الزباين كويسه جدا معايا وبيتعاملوا معايا برفق وحنيه. هو ما فيش الا زي ما قلت لحضرتك كان المستويين، انما الركابين كويسين جدا جدا، ما قابلنيش اي راكب بيستعد عليا او بالفاظ او باي حاجه، لا محترمين جدا جدا. طيب حضرتك دلوقتي واحنا موجودين جوه الموقف كنت بتقولي ان انت عامله عمليه في عينيكي، تمام، بقالك 3 ايام. طيب هل هم لما شافوا حاجه زي كده مثلا مثلا ما صعبتيش عليهم، قالوا لا تيجي تاخد الدور بتاعها من غير ما تقف كتير، ولا برده نفس الاسلوب ونفس الطريقه؟ لا ما فيش عندهم رحمه خالص، لا ما فيش رحمه خالص. ده انا عيني كنت ربطاها ولسه عامله العمليه بقالي يومين، وحبيت استاذن بس اخد دور او اتنين عشان اكمل علاجي او اجيب علاجي. ما فيش الكلام ده عندهم، لا ما فيش الكلام ده عندهم خالص. لا انت تقفي تاخدي دورك وتقفي تحملي، بعيانه بتموتي مش بتاعتنا، عيانه بتموتي ده مش بتاعتنا احنا. طيب فكرتي تروحي موقف غير الموقف اللي فيه مشاكل ده؟ لا عمري ما رحت موقف تاني، عمري ما رحت اي موقف. هو الموقف الوحيد اللي انا وقفت فيه ده، كنا الاول بنقف في الشارع وبنحمل في الشارع، دلوقتي احنا بنقف في قلب الموقف، بس هو الموقف الوحيد ده فعلا اللي هو فيه مشاكل. بس فبقول لحضرتك هم ما عندهمش رحمه، ازاي يبقى عندهم رحمه بيا ان انا عامله عمليه في عيني؟ ده انا كنت محقنه عيني وتعبانه، وجيت برضه استاذنهم ان انا اخد دور ولا حاجه، ما فيش الكلام ده، قالوا لي لا ما فيش الكلام ده، تتقفي تاخدي دور، واقفه اخد دور برضه يجوا يحملوا عليا. يعني في الحالتين انا ولا عارفه احمل وش ولا عارفه احمل دور. فانا زي ما انا قلت لحضرتك كده ان انا مريضه مش قادره اناهد مع السواقين، فكل اللي طالبه حد مسؤول بس يوقفنا. الست بتنزل ليه؟ الست بتنزل عشان تشتغل على عيالها، ان كانت بتربي عيالها، ان كانت بتربي في يتامى، واحده جوزها مريض بتجري على عيالها قرش حلال. حد بس من المسؤولين يقف جنبينا يدونا حقنا بس، يعني احنا عايزين نشتغل، احنا مش عايزين نشحت ونقول لا والله انا عايزه انزل اشتغل، عايز انزل اشتغل زي اي حد. انا مريضه وبستحمل وهستحمل اكتر من كده، بس مش قادره استحمل السواقين، مش قادره استحمل اللي هم بيعملوه فيا. طيب وانت موجوده طول السنين، انت بتقولي ان انت بقالك 9 سنين جوه الموقف، صح كده؟ لا مش جوه الموقف، 9 سنين مش جوه الموقف، كنت في الشارع بحمل من الشارع. لما الموقف اتعمل والجيش مسكه قلنا نقف في الموقف، فالموقف لمنا كلنا. طيب انت في الفتره اللي انت بتسوقي فيها في الشارع دي وبتتعاملي بيها في الشارع مع زباين وسواقين مختلفين، ما اكتسبتيش مثلا شجاعه، ما اكتسبتيش ان انت تعرفي تردي عشان حتى تعرفي تتعاملي جوه في الموقف مع السواقين اللي هناك؟ ما انا بقول لحضرتك برد، بس لما بناهد شويه زي ما انا قلت لحضرتك انا عامله قلب، لما بناهد شويه بتعب بطل، لما بناهد بس شويه هم ربع ساعه ناهدهم مع السواقين خلاص بقى بقعد في عربيتي مش قادره كمان انادي احملها، يعني كمان مش قادره انده احمل العربيه بتاعتي من كتر المناهده، تعبت. ازاي ابقى عندي شجاعه وانا مريضه؟ انا مريضه ازاي ابقى عندي شجاعه؟ انا عندي شجاعه جوايا واتخانق، بس مش قادره اقف احامي على دوري، مش قادره اقف احامي على دوري. وهم قالوا لي كده ما عرفتيش تحامي على دورك اقعدي في بيتكم، طب اقعد في بيتي اكل عيالي منين؟ انا لو قعدت في بيتي اكل عيالي منين؟ وبيقولوا لي اللي مش قادر الموقف ما يجوش، ما تجيش الموقف طالما مش قد الموقف. طب هو انت لازم ابلطج ولازم اشتم ولازم اعمل، ما في ستات كتيره بتشيل مطاوي وبتضرب وبتشتم، بس انا مش قادره قسما بالله ما قادره، وتعبت ونفسي حد بس يقف جنبي مسؤول يشوف لي حل. انا عايزه اسد ثمن العربيه دي عليا دين، انا جايباها من 1/6 عليها لسه 130,000 جنيه، اجيبهم منين؟ ان ما كنتش احارب وادفع قسط ده اجيبه منين؟ ادفع قسط العربيه دي منين؟ بقف حامل بستحمل الشتيمه وبستحمل الاهانه وبستحمل كل حاجه، بس سيبوني في حالي. انا كل اللي اقدر اقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، انا متبهدله. طيب لو في مثلا ستات بتشوفك دلوقتي شايفه ان انت تنصحيها انها تنزل تشتغل وتقف في مواقف وتشتغل على عربيه ميكروباص، ولا تدور على مهنه تانية؟ لا انا انصحها تقف في الموقف وتقف، طالما هي بصحتها تنزل في الموقف وتشتغل زيها زي اي حد ولا تمدش ايدها.
بس انت بتعاني جوه الموقف، انت اصلا يعني بتعاني، انت مش عارفه تاخدي حقك، ان هما بيتطاولوا عليكي. انا بعاني عشان انا مريضه، انا بعاني عشان انا مريضه، مش قادره اقف قصادهم. يعني عشان لا لو كنت هقف قصادهم وهقف واحمل وهشاكل معاهم واقف اخد دوري واقف دوري بقى بالعافيه وبالذوق لو انا سليمه، بس انا مريضه يسيبوني في حالي. كل اللي بقدر عليه ان انا بقعد زي ما انت شفت كده، بيصعب عليا نفسي، بقعد اعيط من قله الحيله، ان انا ما فيش جهد ان انا اتخانق معاهم وما فيش حد واقف جنبي، وان واحد بس واقف جنبي 10 بيقفوا ضد دي. ولو اخدت دور واحد بيروح يقولوا اللي بتاع الجيش ده خدت 5 و6، ده بتيجي تحمل علينا عافيه. انت ست ولا عشان هم متضايقين؟ يعني هم مش عايزيني اقف في وسطين. لا هم مش عايزين ستات اقف في وسطهم. ليه؟ طيب ليه هم مش عايزين كده؟ ليه جايه النظره دي منين؟ هم النظره دي من الرجاله، يقول لك اقعدي ببيتك اغسلي لعيالك ربي عيالك. انت دلوقتي ست بتعولي جوه بيتك، يعني انت اللي جوزك مالهمش دعوه. مالهمش دعوه، اشحتي اسرقي اعملي اللي اعملي، ما تقفيش في معانا في الموقف بقى هنا وتاكلي عيشنا. بتاخدي رزقك بالحلال. باخد رزقي. هم مش عايزين كده، هم عايزين يطلعوا الدور وييجوا يحملوا، ما مش عايزين عربيات قدامهم ولا وراهم. ايوه ماشي. انا دلوقتي سؤالي ليكي في حته ثانيه دلوقتي، هل هم متضايقين من ان انت كست موجوده معاهم؟ آه. ان هم انت اللي انا شايفاه في كلامك ان هم مش بيعملوا كده مع بعضهم. لا مش مع بعضهم. صاد ليكي انت بالذات. ليه انا بالذات؟ عشان انا ست والوحيده اللي واقفه في وسطيهم. طب بالعكس المفروض ان هم مثلا يقولوا لا دي هي الست الوحيده في وسطينا. طب ازاي؟ ما هم لو محترمين حضرتك من على الوش. لو محترمين هما لو محترمين هيوقفوني ويقولوا لي ده ايه يعني دورين بتاخدهم وتروح لبيتها ولعيالها ولجوزها المريض. هما ما بيقولوش كده. انا نفسي قلت لهم، وهم عارفين ظروفي، هم عارفين ظروفي ان انا مريضه. لا مفيش الكلام ده عندهم. هما المهم ان هما يمسكوا العربيه يقفلوا بابها ويقفوا يحملوا، حتى لو انا مستنيه دوري. قسما بالله كنت بقف دوري، بصلي الفجر وبطلع الساعه 3 كمان بالليل، افضل واقفه اخد دوري ممكن الساعه 9 الساعه 10 الصبح الساعه 11. ليه يحملوا ويجي واحد يقول لك لا لسه ما استفتحتش، ده العربيه بايته. طب ما انت بدل ما بتبيتها في جراج بتبيتها في الموقف وبتروح تنام في بيتك، بتيجي يقول لا العربيه بايته، العربيه بايته هتحمل. طب ده احنا كلنا، ده احنا عليات العجل ده ملاكي، ملوش يحمل وملوش حق في الموقف. بس احنا بنقول الحكومه بتقول خلي الناس تاكل عيش. يعني الحكومه جايه صفك جدا ومعترفه بدورك، لكن العيب من العيب من السواقين. بقول لك الحكومه بتقابلني ما حدش بياخد رخصي، والظابط نفسه لما لقيني واقفه بحمل بره قال لي يا ماما معلش هنا في كاميرات، معلش يا ماما اطلعي قدام حملي وربنا يرزقك. هايل جدا. انا سعيده جدا، انا سعيده جدا ان الضباط بيتعاملوا معانا كده، سعيده جدا ان الضباط بتتعامل معانا برفق وبحنيه. ما فيش الا السواقين. بصي السواقين بس. طب انت شايفه ايه اللي ممكن يكون الوضع للسواقين؟ يعني انت شايفه ايه النظام المفروض انت طالباه جوه الموقف؟ يعني انت شايفه ايه اللي ممكن يردعهم؟ يعملوا مكان للحريم. طيب يعملوا مكان للحريم، مكان يقفوا فيه الحريم ويحملوا، والرجاله ما تتعرض لهمش. ايه يعني موقف فيه ست او اتنين؟ ايه يعني موقف فيه ست او اتنين؟ دلوقتي تسمعي حاجه، يقول لك مش انت ارتضيتي تقفي في وسطينا جوه الموقف؟ تمام. فان انت عايزه تشتغلي زيك زينا. تمام تمام. تاخدي دورك زيك زينا. ماشي اخد دوري. انت تكوني مميزه. طيب ماشي اخد دوري حضرتك، اخد دوري ويجي دوري احمل، يجي واحد يقول لك لا انا ما حملتش ما استفتحتش ويحمل بلطجه وبيحمل. وبيحمل. يعني لسه لحد النهارده في بلطجه. في بلطجه وبيحمل عافيه وبيشوشر ويشتم ويشخر ويل. يعني شايف ان ما فيش حد يقدر عليه؟ في هو مش يعني مش عارف مثلا ان في ضباط في هما في ناس ممكن. لا 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 هما دول ما بيشغلهمش، هما دول ما بيشغلهمش، ما بيحترموش حد، ما بيخافوش يعني. ما بيخافوش ولدرجة ان قالوا لك لما في واحد قال له ده ست وبنكرمها عشان تشتغل بدل ما تمد ايدها، بدل ما تمد ايدها ولا تعمل حاجة تغضب ربنا تشتغل وتمد ايدها، قال له لا يا عم الست تقعد في بيتها. طب ما انا مش الست تقعد في بيتها، انا محتاجة مصاريفي. خلاص انت حرة، بعيدي عنا بقى، شوفي لك مكان تاني غير ده. يعني هم متضايقين انت بتشاركيهم. عشان انت لمجرد انك ست. انا ست بس، هم معترضين ان انا ست واقفه في الموقف اشتغل. انما لو راجل، على فكره هم البلطجيه دي لو بيجي واحد اقوى منه بيحمل عليه برضه. بالظبط. بيجي اقوى منه بيحمل عليه وبيقفل له بابه. بيقفل له بابه، بس كل اللي بقدر عليه اقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هي الكلمه دي تزعلهم؟ انا بحتسب ربنا بقول له انت وكيل يا رب وهات لي حقي. دي تزعلهم؟ برضه بيتخانقوا معايا ويشتموني. بيشتموني عشان انا بقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فانا انا تعبت، انا تعبت ومش عارفه اعمل ايه. انا لولا العربيه دي قسط انا هقعد في البيت واكلها، اكل من الزباله ولا حد يهني ولا حد. بس انا مستحمله عشان خاطر انا عليا قسط العربيه دي. يا لولا قسط العربيه انا مش هستحمل. انا معايا عيال، بس عيالي الله يساعدهم، كل واحد على قده، كل واحد رزقه مكفي بيته.
فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. انا نفسي في حل، نفسي في حل بجد واشتغل. انا مش عايزه امد ايدي ولا عايزه مساعده من حد. انت طالبه ان انت تكوني لسه بتشتغلي، محتاجه مساعده. انا مش عايزه مساعده، انا عايزه اشتغل لاخر يوم في عمري، عايزه اشتغل واجيب في بيتي قرش حلال، مش عايزه حاجه من غير اهانه ومن غير مضايقه ومن غير مناهده. مش واحدة مريضة ويستعطروا بيها وكل شوية اهانة وخبط الباب في العربية وهنقلبك بالعربية. والله خلي الحكومة تنفعك، خلي الحكومة تنفعك. مفيش قانون خالص كده او رادع ليهم للدرجة. بيقول لك عادي انا طالع من السجن، عادي عادي وانا بيتي ده بيتي. بقول لك السجن ده بيتي. السجن ده بيتي. بقول لك السجن ده بيتي عادي. ايه يعني؟ والله هنقتلك، والله هنقلبك بالعربيه ويحلفوا ميت الله وميت عظيم عشان يقلبوني بالعربيه. دول اكتريه ولا دول افراد معينه لا هو بالطريقه دي؟ لا هو فيها كام واحد يعني، مش كله. لا مش كله، مش كله، هو في كام واحد بس كده بياخدها بالعافيه وبالدراع بس. حمل علينا واهانه وشتيمه. انا بشكرك جدا واتشرفت حقيقي ان انا اتكلمت معاكي النهارده. اتمنى الناس اللي بتشوفنا من خلال منصتنا او اي منصة تانية بيتم فيها تسليط الضوء على معاناة الستات اليومية لما بتقرر تنزل تشتغل، يفهموا ان الموضوع فعلا مش سهل على الستات. وللأسف عدم السهولة دي جاي مش من صعوبة المهنة قد ما هو جاي زي ما الأستاذة بتقول من صعوبة الأشخاص والناس اللي حوالين الستات دي، يا اما مثلا بيحاولوا يعرقلوا اهدافهم او يضايقوهم او يتنمروا على طبيعه المهنه وانها ست وبتمارسها، لدرجه ان المضايقه وعدم الراحه ممكن توصل لحاجه اكبر من تعليقات شفويه. لا هي بالفعل ممكن توصل للتطاول بالايد. نتمنى عرض القصص الانسانيه دي زي حاله ام احمد ومعاناتها اليوميه في الموقف يساعد في تغيير النظره لاي ست هتمتهن مهنه الاغلبيه فيها بيكونوا رجال. كنت معاكم النهارده انا جهاد جمال من موقع بصراحه.